مرحبا يا حلوين، معكم عيسى وريما. فكرة الفيديو اليوم انه نحن رح نقعد نحكي لكم عن القصص اللي تغيرت فينا من قبل الزواج لبعد الزواج، يعني كيف كنا وكيف صرنا، يعني من ناحية مثلا اصدقاء، من ناحية المصاري، المصاريف، من ناحية النفسية، من ناحية المشاوير، من ناحية الاهل. هيدي كلها لازم، يعني موضوع عن جد كتير 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 مهم. يعني نحن هلا بدنا نبلش بموضوع الاصدقاء، يعني كيف كانت حياتي انا من مع اصدقائي قبل الزواج وكيف صارت بعد الزواج. على بالنسبة انا كنت مثلا كنت على الدهريات نطلع نجتمع، على العصريات، على المغرب نطلع نجتمع. هيدي عم بحكي بأيام العطل، يعني بعد ما يكون عنا عطل بنجتمع ظهر وعصر والمغرب، بس لازم كل يوم على السهرة نجتمع. هيدي كانت كل يوم كل يوم. بعد الزواج كثير الحياة تغيرت طبعا، يعني أكيد مش حالتقي معهم كل يوم، ولا حتى بأيام العطل، ولا حتى كل يوم بالليل. صارت يعني شوي الأصدقاء تشتتت، يعني بس صار في أنه عندي أنا أصدقاء هودي من الطفولة كانوا معي وبعدهم لهلأ، يعني وهن كلهم متزوجين، فصرنا كابلز مع بعض وبدنا نظهر مع بعض. هيدي من ناحية الأصدقاء، يعني شوف كيف كنا قبل وأنا بالنسبة إلي من ناحية الأصدقاء، يعني بما أنه أنا كلا صرتك بعيدة عنهم، يعني هن ببلد وأنا ببلد، فيمكن إذا بنحكي مع بعض بنحكي كل أسبوع أسبوعين مرة، بنطمن على بعض وخلاص. هيدي يعني بعد الزواج، بعد الزواج. طيب قبل الزواج. الزواج كنت كل يوم عند وحدة، كل يوم يا نحن يا هن عندي انا عنده، بما انه نحن كلنا كنا ساكنين جنب بعض كل يوم نحكي مع بعض دائما دائما سوا. يعني هلا بالاسبوعين كل اسبوع، يعني كل اسبوع اذا بنحكي مع بعض كل اسبوع بتفاجئ انا. أيوة. شبه بضل عم يحكوني اليوم في شيء. طيب هلا من ناحيه مثلا نحكي من ناحيه المصاريف، انا كزلمه قبل الزواج كانت اكيد مصروفنا يكون بدون وعي، بيكون مصروفنا من ناحيه السهر، الدهرات، الحياة مع رفقاتي وهيك. هلا بعد الزواج صرت انه اي مصاريف بدي اصرفها لا في بيتي اولى بكل شيء، يعني ما يكون شيء لإلي انا بس خاص، يعني فصار كل شيء يكون بس لعائلتي، لمرتي، بكره ان شاء الله اولادنا. فهذا اللي تغير، يعني قبل الزواج كنت انه فروتي ما اسال، بعد الزواج صرت كتير اسال. حتى هذا كان انه هذا الموضوع تحديدا كنا كثير نحكي فيه بالخطبه، كل يوم المساء احكي انا بالكفه، كل يوم المساء احكي انا بالكفه. طيب عيسى انه بدنا نتزوج، بدنا نعمل بيت، بدنا عيسى في عنده كلمه دائما بقولها، شو هي؟ كله رايح. فكان بس بعد الزواج لا، لا بطل أصص. كله رايح، يعني في اولاد وفي مسؤوليات بكره ان شاء الله الله بده يرزقنا اكيد، فهيدي كلها حتكون على عاتقك، يعني حتكون مسؤوليه كتير كبيره. انا بالنسبه لي من ناحيه المصاريف ما بحس حالي كتير تغيرت قبل عن بعد، يعني هلا انت ايه ما تغيرتيش ابدا. انا ابدا مستحيل ما في شيء رح يتغير علي، بس لا انه صرت بدير، يعني بدير اموري اكثر. اذا الشيء ما له لزوم كثير بحس انه لا ما له داعي، شغله ما له داعي، ما له داعي، مو انه قصص لها داعي وما له داعي وطعمه ولا طعمه. في سؤال بدي اسالك اياه هلا، مثلا لما كنت تاخذي مثلا مصاري من ابوك تصرفيهم كنت انه ما تسالي، طب شو الفرق بين مصاري الوالد مثلا مصاري زوجك، كيف هيك مصاري البيت، يعني كيف هيك كنت؟ هلا انا بالنسبه لي بحس انه انا حامله مسؤوليه هذا الشيء، لانه ما فيني فرط فيهم، في انا بكره بده يجيني اولاد وهذا بيتي مسؤوليتي انا، يعني اذا بدي اروح اصرفهم على شغلات بلا طعمه انا هيك بدي نقص قصص لبيتي، يعني بدي احرم بيتي، بدي احرم زوجي، بكره بدي احرم اولادي. يعني الشيء في اولويات، في اولويات. هلا بدنا نحكي من ناحيه الاهل، هذا الموضوع خليني انا بلش فيه بالاول. يلا بلش. بالنسبة لموضوع الأهل، أنا يعني كريمة كانت دائما أنا وماما نقار ونقير، طبعا يعني أنه ما في بنت وأمها ما بيتنقروا مع بعض، بس ما يجي بالليل غير أنه ما أكون معتذرة منهم بوسطة ومصالحته. بس هلأ أكتر حدا بيعرف قيمة أهله هو أنا، يعني أنا هلأ عندي الدنيا بكفة وأهلي بكفة، خاصة أنت بغرب صرت وكتير كتير حسيت بقيمتهم، يعني صرت بندم على كل لحظة أنا زعلت فيها أهلي. ما بعرف إذا هاي الأمور في يمكن ناس هلا مثل أنت بتحس فيها، أنت مقدر هذا الشيء من أنت وصغير من قبل ما تتزوج. صحيح. أما لا أنا قدرته بس بعدت عنه، أنا كمان بعدني صغيرة كتير، فيمكن هلا وعيت أكتر. صحيح. فهمت الحياة أكتر، عرفت شو قيمة الأهل، عرفت مكانة الأهل بالحياة شو هي، وخوفنا علينا وحبهم إلنا، وإنه كل شيء كانوا يقولوا لنا لا عليه ما كانوا يقولوا لنا لا لأنه هن ما بدهم يعني أو كره بهذا الشيء، لا لمصلحتنا. صحيح.
هلا انا بالنسبه لاهلي اكيد ما في شيء تغير، يعني انا اوريدي كنت صار لي 7-8 سنين بسافر بروح وبجي، فتواصل دايم مع امي ومع بيي، فنفس الشيء يعني وبيجوا لعندي وبيتهم يعني، فما عايزه حدا كثير مرضي. هاي اكثر شغله انا بحبها بعيسى، انه هو عن جد حدا كثير مرضي. انا مره في كلمه قلت له اياها وقت اجى اخذني من عند عمي لحتى نتزوج قبل عرسنا بيومين، قبل كتب كتابنا بيومين، عيسى حدا كتير متعلق بأمه، فقال لي إنه أمي خط أحمر، وهذا يعني قاعد يحكي لي إنه ما ممكن إنه تفكري بيوم إني أنا رح أوقف مع أمي، رح أوقف معك ضد أمي. فقلت له يلي بيقدر أمه وبيحترم أمه رح يقدرني ويحترمني، صح. فأنا هذا الشيء يعني خلص مقتنعة فيه 100% إنه عيسى إنسان بيقدر المرأة، يلي بيقدر أمه وتعب أمه عليه رح يقدر مرته وتعب مرته بكرة وهيك. صح. طيب هلا في من ناحيه النفسيه، الحياه النفسيه قبل الزواج وبعد الزواج. هلا انا قبل الزواج كان عندي جفاف عاطفي. ما بعرف حالك جفاف عاطفي شو يعني جفاف عاطفي؟ بعد الزواج بيمتلي هذا الجفاف العاطفي يعني. ممتلي جفافك؟ ايه اكيد. وقبل الزواج لما بيكون الواحد خاصه لما يطلع فوق ال 26-25 بصير يقول لا انه انا بدي اتزوج، حابب اتزوج، لازم اسس عائله، لازم افتح بيت، وكان يقولوا مثلا انه هلا بدك تتزوج تفتح مسؤوليه وتفتح بيت وشو بدك بهالطوش انت هلا حر ما بعرف شو. بالعكس بعد الزواج انا حسيت بالرياحه، يعني مش قبل الزواج. اللي بيقول الزواج مسؤوليه بيكون غلطان، هي مش هيدي مش مسؤوليه، هيدا بالعكس حياه حلوه مش مسؤولية ابدا. كيف انت لما تظهر بتكون يعني انت لما تظهر بتقول والله هي مسؤولية انت ظهرت؟ لا اكيد. فالزواج هو سنة الكون ونص دينك، وهو بالعكس شيء كتير سعادة. ابدا 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 ما فيه شيء من المسؤولية بالنهاية. اذا انا مرضت هي مرضت، واذا هي مرضت انا مرضت يعني. والله سبحانه وتعالى معنا يعني، وهو المساند الوحيد والمتكلين عليه بكل شيء، فليش بدي احس بمسؤوليه؟ هلا لا، في كثير عالم بتحس بمسؤوليه وقت يكونوا مختارين الشريك حياتهم غلط كمان. صح. لانه ممكن الشريك حياتك هو اللي يعمل عبء عليك ويعمل عبء على حياتك ويكرهك عيشتك. ايوه. فكثير في عالم بتقول انه لا اوعك شو زواج مدري شو، لانه هن بيكونوا مختارين غلط. بدك تعرف تختار، هيدي اهم نقطه. بدك تعرف تختار، وهي اصلا توفيق من رب العالمين. صحيح. بس دائما انت وشريكه حياتك اعتمدوا على رب العالمين بكل خطواتكم. هذا الشيء اصلا لحاله يعني بخفف عنك المسؤولية، بشيل عنك المسؤولية، مشان إذا أنت وكلت رب العالمين فأنت ما حتتعب. وأهم شيء التفاهم. أهم يعني شيء. يعني التفاهم ببين الاحترام، التفاهم. أي الاحترام. الاحترام والتفاهم. هذا الشيء ببين من الخطبة. يعني ما في والله إنه بيقولوا بعد الزواج ببين حقيقة الشخص. لا، ما هي كمان الحقيقة بتبينه من الخطبة. يعني وقت تكونوا بتحبوا بعض شيء وقت تخطبوا شيء وكمان وقت تتزوجوا شيء. حتى أنا مع مثلاً إنه موضوع حتى لو مزح انه غلط على مرتك او سب او شيء وانت عم تمزح، هذا الشيء انا كمان ضده. الاحترام هو فرض واجب. صح. على هو حرفيا لك اذا ما في احترام بين الزوجين الافضل انه تتفكك هاي العلاقه. هلا انا بالنسبه قلت لكم ببدايه الفيديو، اللي بيعرف ريما بيعرف انه ريما تغيرت 99%. اول شيء هذا الانسان كان مثل مدرسه لي، والله دائما انا بقول له اياها، انت كنت مثل مدرسه لي، يعني كتير قصص تعلمتها منه وعن جد بشكرك عليها. نحن خطبنا، نحن إذا أنتم بتحضرين فيديوهاتنا قبل بتعرفوا إنه نحن كنا خاطبين وتركنا وهيك. من الخطبة الأولى هذا الإنسان غيرني، والله يلي بيعرف ريمي بيعرف إنه عيسى عن جد كتير 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 غيره. وهلأ بعد الزواج كتير طبعا. أنا اللي بيعجبني بريما إنه ريما مش عنيدة. هيدي هي المرة اللي أنت ممكن يعني قرنا مع الامرأة الصالحة يعني. فالعناد لما يكون مش موجود بالبنت بتعيشك حياة هنية، والحلو فيها انه يعني خلص بتسمع، خلص هيك عقل زوجها بتعمل مثله، بتستوعب عقله، بتتفهمه. ف يعني والله مش انه هي والله قاعدة عم تسعى والله انا بدي اغير عقل زوجي او بدي اعمل هيك وبدي عنده هالمرة وعنده تاني مرة عشان والله هو يتغير. ما في الزلمة ما بيتربى بالنهاية، خاصة اذا كان عقله تاس يعني. هلا في
هيك فيهم يقعدوا يتناقشوا بتناقشوا مثلا هلا نحن وانا في اشياء مثلا بتضايق اني بيجي عيسى 1 2 3 طبعا ما في بيت نحن الحمد لله اكيد ما في بيت بيخلى من المشاكل بس قد ما فينا بنحب انه نتجنب خاصة ريما كمان حتى لو صار مشكله بتحب هي خلص ما تطولها بتحب تجي يعني تحلها خلاص كان ما صار في شيء فهذا كمان كثير حلو هذا كثير حلو صراحة بس برضه ما انه بنتصالح وخلص يعني نحن تخانقنا لا نحن السبب اللي تخانقنا فيه بنقعد بنحكي فيه انه انا بشغلته انت انا مش كيف وجهه نظري وهو شو وجهه نظره صحيح. يمكن انا هاي المره وجهه نظري بهذا الموضوع تكون صح يمكن هو وجهه نظره تكون صح فخلص هون نحن بنحل المشكله نهائيا ما عملنا مره عليها مشكل ونرجع ثاني نخلص تصالحنا نرجع نعمل عليها مشكل مره ثانيه فاهم شيء انكم تقعدوا تتناقشوا وتتفاهموا وبالختام لا الزواج هو كتير مهم وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم عليه الصلاة والسلام فلا الزواج هو واجب عليك اسعى له وصدقني اختار شريكة الحياة الصح وتعيش إن شاء الله حياة سعيدة وهنية والله يوفق الجميع باي باي